أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا تسمح بعزل الإرهابيين على المعارضة المسلحة، ودخلت المذكرة حيز التنفيذ منتصف ليل السادس من أيار الجاري. وقال الفريق أول سيرجي روتسكوي رئيس مديرية العمليات العامة لهيئة الأركان الروسية إن سريان مفعول المذكرة لا يعني نهاية المعركة ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن الدول الضامنة ستواصل الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب. وأشار روتسكوي إلى أن فريق عمل مشترك ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق تخفيف التوتر. ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مهمة تخفيف التوتر في سوريا في ضوء نتائج اجتماع أستنا 4، وكذلك تنشيط المساهمة الخارجية بتسوية الأزمة في سوريا. وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين ركزا على موضوع تسوية الأزمة وناقشا مهمة تخفيف التوتر وجعل نظام وقف الأعمال القتالية مستقرا. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات النظام السعودي استخدمت قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية خلال عدوانها على اليمن، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في هذا العدوان خلال الأشهر الأولى من القتال دعما لتحالف النظام السعودي، موضحة إلى أن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. في خبرنا الأخير، تبدأ غدا عمليات الاقتراع لانتخابات الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها إيمانويل ماكرون مع مرشحات الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان. وتجري هذه الانتخابات وسط أجواء من التوتر ورفض شعبي واسع للمرشحين الاثنين ودعوات من الطلاب والمعلمين إلى مقاطعة الاقتراع، وتشير التوقعات إلى انخفاض نسبة الناخبين البالغ عددهم نحو 47 مليون ناخب. ختام الموجز، إلى اللقاء.